تعرفوا انه كلمة عمر هذا ممنوع من الصرف، وعمر ما انه ممنوع من الصرف، مشان يفرقوا بيناتهم قبل ما يكون في تشكيل املائيا زادوا الواو اذا كان كلمة عمر اذا كانت مرفوعة او مجرورة، اما اذا كانت منصوبة فيحذفون الواو ويضعون مكانها الفا ويضعون التنوين فبتصير عمرا، لانه اذا قلت عمرا بالالف والتنوين ما راح تشكل مع عمر لانه عمر لا تحتمل الالف والتنوين، اما اذا كانت في حاله النصب او الرفع فيضعون واوا لا تلفظ فيقولون عمرو.